السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سي ار تي، من النوع العادي جولد فيزيو 21 بوصة. به مشكل، لاحظوا اللمبة ويسمع صوت داخل التلفاز مع وجود رائحة، يعني رائحة حريق من داخل التلفاز. الآن أصدقائي سوف أقوم بفتح هذا التلفاز وأكتشف العطل الذي به ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله، فتابعوا معي. كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل. وبداية أول شيء سوف أقوم به هو توصيل التلفاز بالكهرباء، وأحاول أن أعرف مصدر ذلك الصوت وتلك الرائحة. سنضغط على زر التشغيل. إذا كما تلاحظون يوجد شرارة منبعثة من اللاين أو تي اش تي، وهي بالتأكيد يعني مصدر هذا الصوت والرائحة. إذا أصدقائي لإصلاح هذا المشكل علينا بتغيير تي اش تي. أنا ليست متوفرة لدي مثل هذا التي اش تي، وأيضا حتى في المحلات القريبة مني التي تبيع القطع الإلكترونية أصبحوا لا يبيعون يعني مثل هذا القطع الغيار لهذا التلفزيونات، فقطع غيار هذا التلفزيونات أصبحت شبه منقرضة. إذا ما العمل في هذه الحالة؟ فعلينا إصلاح هذا التلفاز، لأن صاحب التلفاز إنسان فقير لا يستطيع شراء تلفاز آخر، فمن الواجب علي إصلاحه. بالرغم من أن القطع الغيار غير متوفرة سوف أحاول إصلاحه إن شاء الله. الحل هو سوف أقوم بتعويض هذا التي اش تي بتي اش تي لتلفزيون آخر، حتى وإن كانت مختلفة سوف أقوم بتركيبها، بشرط أن تكون التي اش تي المراد تركيبها تكون مأخوذة من تلفزيون يكون بنفس حجم هذا التلفزيون، لأن التي اش تي للتلفزيونات فهي متشابهة، الاختلاف الموجود هو في الأرجل فقط. فلهذا سوف أقوم بتركيب يعني تي اش تي لتلفزيون آخر بدل هذا التي اش تي، وهذا هو الموضوع الرئيسي لحلقة اليوم. بداية سوف أقوم بإزالة هذا التي اش تي من مكانها. إذا كما تلاحظون لقد قمت بإزالة التي اش تي، لاحظوا ماذا خلفت هنا، الأثر الذي خلفته، أثر الاحتراق. الآن سوف أقوم بتركيب هذا التي اش تي مكان هذه، فهي تي اش تي لتلفزيون يعني من نوع آخر، سوف أقوم بتركيبها، فتابعوا معي. إذا أصدقائي هذا التي اش تي فهي مأخوذة من هذا الشاصي، فهذا الشاصي فهو مختلف يعني تماما عن هذا الشاصي، هذا لتلفزيون من نوع آخر وهذا لتلفزيون جولد فيزيو، ولكن فهما مركبين يعني في نفس حجم الشاشة. للإشارة أصدقائي جميع التلفزيونات سي ار تي فهي لها مبدأ اشتغال واحد، الاختلاف الموجود فقط في المكونات وطريقة تركيبها. مثلا هذا التي اش تي سوف أركبها في هذا الشاصي، هذا هو الشاصي المأخوذ منها. سوف أعطيكم مثلا مثال هنا في هذا الشاصي البين للتي اش تي المتصل مع كوليكتور الترانزستور التي اش تي، هذا هو الترانزستور متصل مع البين رقم 2 يعني في التي اش تي. هذا لنأتي إلى الشاصي الآخر، لاحظوا البين المتصل مع كوليكتور الترانزستور ها هو، هو البين رقم 1، وهنا في الأرجل رقم 2. نأتي مثلا إلى أرجل أخرى نعطيكم مثال، مثلا هنا مكتوب 200 فولت، هذه 200 فولت فهي خاصة يعني بترانزستورات الألوان، هاد الترانزستورات الموجودة في هاد السوكيت هنا، فهاد البين هو هاد الأرجل للتي اش تي هي الخاصة بتغذيتها 200 فولت. لنأتي إلى الشاصي الآخر لنبحث على 200 فولت، طبعا هذا الشاصي غير مكتوب يعني كل بين غير مكتوب يعني دوره، ولكن
يعني بالخبره، على حسب يعني الخبره والتجربه، فانا اعرف يعني مثلا هنا 200 فولت، هذا هو لاحظوا هنا موجود ديود مكتفه، وهنا متصل يعني مع هذا الخيوط، يعني كما تلاحظون خاص بالترانزستورات الار جي بي. اذا كما تلاحظون يعني نفس الـ الفولتيات، ونفس يعني موجوده في جميع التلفزيونات. مثلا لناخذ بين اخر او ارجل اخر، مثلا هذا الارجل هذه هيتر، هذه خاصه باشعال فتيل الشاشه. هذا الفتيل هذا هو الخاص به، مكتوب هيتر. لنلاحظ هنا الهيتر في هذا، يعني لاحظوا هنا جاء في 1 2 في الثاني. لنلاحظ هنا الهيتر، مثلا هذا هو الهيتر، لاحظوا جاء في هذا الأرجل لأطي أشطي. إذن أصدقائي ما أريد توضيحه هنا هو يعني جميع هذا ما مكتوب هنا أو هذه الفولتيات فهي موجودة في جميع التلفزيونات. مثلا هنا هذا الاي بي، هذا الاب بي ال تجدونها، مثلا تجدونها هنا في. المهم ما اقصد هنا هو جميع هاد الفولتيات وهاد الاشارات فهي موجوده هنا، ولكن الاختلاف الموجود هو مثلا هاد التي اش تي عند تركيبها هاد الارجل فهي مختلفه. فعلينا كل رجل هنا او كل اشارة او كل فولتية علينا توصيلها في هذا التي اش تي يعني بالشكل الصحيح. مثلا لدينا هنا هذا البين الخاص بكوليكتور ترانزستور، هو هذا الثاني هنا لاحظوا، وهنا سوف نقوم يعني بتلحيم يعني سلك هنا ونوصله مع هذا البين يعني الثاني للكوليكتور. إذا تابعوا معي أصدقائي سوف أشرح لكم وأوضح لكم أكثر. ولقد نسيت توضيح شيء أصدقائي، الاختلاف البسيط بين هذا التي اش تي لهذا الشاصي وهذا التي اش تي لهذا الشاصي هو أن هذا التي اش تي مركب في شاصي لديها اي سي فيرتيكال يتغذى على 25 فولت. هذا الشاصي هنا موجود اي سي، هذا الاي سي فيرتيكال يتغذى ب 25 فولت، وهذا 25 فولت ياخذها من هذا التي اش تي. بينما التي اش تي الخاصه بهذا الشاصي هذا التي اش تي فهي يعني مختلفه مع التي اش تي الاخرى من ناحيه فولتيات الفيرتيكال. فهذا التي اش تي تخرج 2 من الفولتيات، ناقص 14 فولت وزائد 14 فولت، هي التي يتغذى عليها هاد الاي سي هنا. سوف اريكم، هذا هو اي سي الفيرتيكال. فهذا هو الاختلاف الموجود بين هاد التي اش تي وهاد التي اش تي. ولكن هاد الاثنان من الفولتيات ناقص 14 وزائد 14 سوف اريكم كيف يعني تقومون بتعويضها، تابعوا معي. الآن سوف أقوم بتلحيم هذا الأسلاك في هذا النقاط هنا، في هذا الثقوب هنا. إذا كما تلاحظون لقد تم تركيب الأسلاك، لاحظوا هذا الأسلاك هي التي سوف نقوم بتوصيلها في التي اش تي المراد تركيبها. كل سلك هنا سوف نقوم بتركيبه أو بتلحيمه في البين أو الأرجل يعني الصحيحة في المكان الصحيح المخصص له. فمثلا هنا هذا السلك اللون البرتقالي هذا فهو يعني خاص او متصل بهذا البين هنا الخاص بالكوليكتر، هذا البرتقالي. اذا البرتقالي سوف اقوم بتركيبه في هذا التي اش تي يعني في البين الخاص بالكوليكتر، والبين الخاص بالكوليكتر في هذا التي اش تي هو هذا. إذن هذا إذن سوف أقوم بتوصيله، إذن على هذا الشكل كما تلاحظون.
ناخذ سلك اخر مثلا هذا الاحمر، هذا الاحمر فهو متصل مع هذا البين، مع هذا مكتوب هنا بي نا زائد، هذا هو البين الخاص يعني بفولتية 110 فولت. هذا الأحمر إذن سوف أقوم بتوصيله يعني في المكان الصحيح، هنا نبحث هنا عن 110 فولت يعني مدخل 110 فولت. هذا هو، هذا هو لاحظوا هنا يعني 110 فولت هي في هذا البين، إذن 1 2 3 4. إذن السلك الأحمر سوف أقوم بتوصيله مع البين رقم 4، 1 2 3 4 هذا هنا بالضبط سوف أقوم بتوصيله هنا. إذن على هذا الشكل نأخذ سلك آخر مثلا هذا الأصفر، هذا الأصفر فهو هذا هو خاص ب 200 فولت الخاصة بتغذية ترانزستورات الار جي بي. إذن نبحث عن 200 فولت هنا 200 فولت ها هو، هذا هو. إذن في التي اش تي هو البين رقم 1، إذن الأصفر سوف أقوم بتوصيله هنا. إذن كما تلاحظون على هذا الشكل، أجل الإشارة أصدقائي حتى وإن كان يعني غير متوفر لديكم شاصي يعني خاص بالتي اش تي التي سوف تقومون بتركيبها، ولمعرفة يعني كل رجل يعني دورها سوف تجدون بأن التي اش تي بها رقم مثلا كهذه، هذا الرقم سوف تقومون يعني بكتابته في جوجل مصحوب بكلمة داتا شيت، وسوف يعطيكم يعني خريطة لهذا التي اش تي يعني كل بين ودورها. إذن سوف نقوم يعني بتوصيل بين آخر مثلا هذا الأسود، هذا الأسود فهو متصل مع الأرضي، إذن سوف نرى الأرضي هنا في هذا الأرجل، إذن الأرضي هو هذا، هو هذا. إذن 1 2 3 هذا هو الأرضي في التي اش تي مثلا هنا 1 2 3، إذن هذا هو الأرضي سوف أقوم بإيصال السلك الأسود هنا في الأرضي على هذا الشكل. الآن بقى لي سلك واحد، هذا السلك هنا هذا الأخضر فهو خاص بالأب بي إل، سوف أريكم أصدقائي ركزوا معي، خاص بهذا الأب بي إل هذا، ولكن في هذا الشاصي غير مكتوب هنا يعني لتحديد الأب بي إل. سوف أريكم طريقة يعني في جميع التي اش تي للتلفزيونات، نأخذ الملتيمتر نضعه على وحدة قياس الديود والجرس. الأب بي إل أصدقائي يكون مستقل تماما عن الأرجل الأخرى، بحيث مثلا سوف أريكم مثلا هذا الأرضي هذا إذا قمنا يعني بقياسه مع أرجل أخرى سوف يعطي اتصال، مثلا هو أعطانا اتصال. أما الأب بي إل الأرجل الخاصة بالأب بي إل فهي لا تعطي لا جرس ولا أي قراءة مع الأرجل الأخرى. هذا هو الأرجل الخاصة يعني بالأب بي إل لهذا التي اش تي أنا أعرفها مسبقا. إذا عندما نقوم يعني بقياسها مع الأرجل الأخرى لاحظوا لا تعطي أي اتصال ولا شيء، فهي مستقلة يعني مستقلة تماما عن الأرجل الأخرى، لا تعطي قراءة ولا شيء لاحظوا. فهذه الطريقة لتحديد أرجل الأب بي إل. إذن هذا السلك الأخضر سوف أقوم بتوصيله هنا في هذا البين. الآن بقى لي هذا السلكان هنا، هذا السلكان واحد هذا خاص بالفوكس وهذا خاص بالسكرين، سوف أقوم بتلحيم يعني الفوكس هنا الفوكس، سوف أقوم بتلحيمه في هذه النقطة هنا هذه،
والسكرين سوف أقوم بتلحيمه في هذه النقطة هذه. إذن هكذا كما تلاحظون. الآن سوف أقوم بتركيب هذا اللي للجهد العالي. سوف أقوم بتركيبه هنا، وقبل ذلك سوف نتأكد يعني من إفراغ هاد الشاشة هنا، فهي بعض الأحيان تكون يعني مشحونة، ولتفريغها نقوم بأخذ سلك هكذا نضعه يعني في هذه القطعة الحديدية هكذا، ونقوم بتفريغها على هذا الشكل. إن كانت مشحونة سوف ترون بأن يعني شرارة سوف تلاحظونها تنتقل إلى السلك. المهم سوف نقوم بتوصيل هكذا هذا. إذن الآن أصدقائي كل الأسلاك لقد تم تركيبها في مكانها الصحيح، ما عدا شيء واحد وهو تغذية IC الفيرتيكال. IC الفيرتيكال الآن غير متصل مع اللاين التي يعني تمده بالتغذية، فهذا IC الفيرتيكال لهذا الشاصي يحتاج إلى ناقص 14 وزائد 14. أنا لم أقم لحد الآن بتوصيلهما، وسوف أريكم طريقة يعني التعويض لهذه الفولتيات. ماذا سوف أقوم بها الآن؟ هو سوف أقوم بإشعال التلفاز. إن كنا يعني ذاهبون يعني في الطريق الصحيح، فالتلفاز عند توصيله بالكهرباء سوف يشتعل مع وجود خط في وسط التلفزيون. الآن أصدقائي سوف أقوم بالتجريب. إذن سأضغط على زر التشغيل. إذن لاحظوا في المرآة، لاحظوا الآن التلفاز لقد اشتغل يعني بوجود يعني خط الفيرتيكال. هذا يعني طبيعي، هذا بسبب يعني IC الفيرتيكال ليست به تغذية. كما تلاحظون هذ الاثنان من الأرجل فهما لناقص 14 فولت وزائد 14 فولت، يعني خاصين بتغذية IC الفيرتيكال. الآن أصدقائي سوف ننتقل إلى المرحلة المهمة صراحة في هذا الفيديو، وهي بتعويض هاد الفولتيات 12 فولت ناقص 14 فولت وزائد 14 فولت، لأن هذا اللاين هو هذا التأشطي ليست بها هاد الفولتية. والآن سوف أريكم كيف تعوضها. هاد الفولتيات سوف نأخذهم من التأشطي بنفسها. كما تلاحظون هنا هذا عبارة عن قلب الفيرايت، هذا هنا قلب الفيرايت، والتأشطي مكوناتها الداخلية فهي عبارة عن يعني أسلاك نحاسية ملفوفة، يعني ملفات داخل اللاين. إذن عندما تكون اللاين مشتغلة فهذا قلب الفيرايت سيكون به مجال كهرومغناطيسي. هذا المجال الكهرومغناطيسي هو الذي سوف نستغله في أخذ هذا الاثنان من الفولتيات ناقص 14 وزائد 14، بحيث عندما نقوم بوضع سلك نحاسي يعني نقوم يعني بعمل ملف هنا في هذا القلب الفيرايت، فإننا سوف نحصل على الفولتيات. إذن لتعويض هذا الفولتيات نحتاج إلى هذا السلك هنا، هذا السلك النحاسي المعزول كما تلاحظون، وهما عبارة عن اثنان من الأسلاك، لاحظوا. إذن سوف نأخذ هذا السلك هكذا وندخله هنا. ركزوا معي أصدقائي، العملية جد سهلة، ونضعه هكذا في الوسط يعني هكذا. نأخذ هذا السلك هكذا، نقوم بلفه ثلاث لفات، واحد هذه، اثنان، هذه ثلاثة. كما تلاحظ واحد اثنان ثلاثة. نأتي إلى السلك الآخر ونقوم بلفه هو أيضا
ثلاث دورات او ثلاث لفات. ملحوظة اصدقائي، اللفة تكون معكوسة عن لفة هذا السلك. هذا السلك لقد عملنا له لفة على هذا الشكل، ادخلنا السلك هنا وخرجناه من هنا، يعني على هذا الشكل. اما هذا السلك نقوم بلفه عكس السلك الاخر، بحيث ندخل السلك من هنا ونخرجه من هنا. في السلك الاخر لقد ادخلناه من هنا واخرجناه من هنا. اذن كما قلت ثلاث لفات، عندي ثلاثة هنا، اذن واحد اثنان ثلاثة. هذا سوف نزيده يعني لفة هنا، الان اصبحوا ثلاثة. اذن كما تلاحظون هنا واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ليعطينا هذا الشكل هنا هكذا. هذا السلك الوسط هنا ملحوظة اصدقائي، عدد اللفات او عدد الدورات يختلف على حسب يعني نوع السلك. يعني مثلا قد تزيدون اللفات او تنقصون اللفات على حسب نوع السلك. فمثلا هذا السلك غليظ نوعا ما، استعملت ثلاث لفات هنا وثلاث لفات هنا. إن استعملتم مثلا سلك رقيق عن هذا فسوف تزيدون من عدد اللفات، تصبح مثلا ست لفات. المهم أصدقائي، عندما تقومون بلف السلك أول مرة فقط لفوه ثلاث لفات وجربوا، إن اشتغل معكم لا مشكلة، إن لم يشتغل معكم يعني زيدوا لفة أو لفتان وجربوا حتى تحصلون على الفولت المطلوب. إذا يعطينا على هذا الشكل. هذا السلك هنا الوسط سوف نقوم بتوصيله مع الأرضي. إذا هكذا كما تلاحظون متصل مع الأرضي. الآن بقى لنا هذا السلكان الاثنان. هذا السلكان هما سوف نقوم بتوصيلهم هما لتغذية الفيرتيكال. سوف نقوم بتوصيلهم هنا، واحد هنا والآخر هنا على هذا الشكل. إذا كما تلاحظون لقد قمت بتوصيلهم على هذا الشكل. الآن سوف أقوم بالجريب. بسم الله. إذا لاحظوا في المرآة الآن التلفاز فهو مشتغل. إذا ترانزستور اللاين والفيرتيكال يعني لا توجد سخونة ولا شيء. فهذه الطريقة أصدقائي فعلا استعملها منذ القدم، يعني منذ التسعينات وأنا استعمل هذه الطريقة عندما كان يعني قطع الغيار يعني نادرة وقليلة، يعني منذ التسعينيات أصدقائي وأنا استعمل هذه الطريقة صراحة. هي من إحدى اجتهاداتي، يعني من اجتهاداتي أصدقائي. فأنا لدي العديد من الطرق، يعني من اجتهاداتي كنت أستعملها يعني منذ التسعينيات. فأنا في هذا الميدان منذ القدم. سوف أتطرق إلى هذه المواضيع يعني في فيديوهات، يعني إن شاء الله في فيديو مقبل. يعني عندما كان يعني لا يوجد شيء اسمه اليوتيوب والإنترنت في العالم العربي، لقد كنا يعني نشتغل بهذه الطرق كما تلاحظون الآن. وإن شاء الله أصدقائي ما عليكم إلا بالصبر، إن شاء الله سوف تستفيدوا معي وسوف أشارككم يعني جميع يعني ما أعرفه وما في رأسي سوف أشارككم إياه. إذن كما تلاحظون التلفاز هو الآن مشتغل، وهذه طريقة يعني في حالة إذ كان يعني التي غير متوفر، فيمكنكم استعمال أي تي لأي تلفزيون. إذن العملية جيدة، لا سخونة ولا شيء. إذن أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم،
وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.